يحيى احد مؤسسي شركه مافريكس. مافريكس شركه لاعاده التدوير او لصناعه وحدات اضاءه وديكورات من خامات معاده التدوير. مافريكس بتعني الخروج عن المألوف. احنا بقالنا 7 سنين شغالين في المجال دوت، قدرنا نوصل باعمالنا لاكثر من 15 جالري على مستوى مصر، قدرنا نصدر في المانيا في 2019، قدرنا ان احنا ننتج او نعيد تدوير اكتر من 1.5 طن. مافريكس فكرة نشأت بالاساس ان كنا محتاجين نعمل بعض الديكورات لكافيه من خامات معادة التدوير، فاتجه الامر ان احنا انتجنا اعمال فنية تقدر ان هي الاسر والافراد تقتنيها في بيوتها ذات نفع عملي، ما تبقاش مجرد ديكورات وانما وحدات اضاءه، في مقالم، في هولد للمحمول او الكتب. مافريكس فكره متكامله. احنا اشتركنا في تراثنا في 2019 وحققنا مبيعات مرضيه. اشتركنا في تراثنا السنه دي والزوار برضو قدرنا ان احنا نوصل لهم باعمالنا ونحوز اعجابهم وكمان نحوز بعض من اقتنائهم لبعض اعمالنا. يعني بنامل ان احنا تتاح لينا فرص للتصدير اكتر، ان احنا يتاح لينا مكان خاص بينا نقدر نعرض فيه اعمالنا على مدار العام، نقدر نوصل مفهومنا بشكل كامل للجمهور. لينا ورشه التصنيع بتاعتنا وجاليري صغير في اسماعيليه، لكن محتاجين يبقى لينا مقر في القاهره بحيث نقدر نعرض اعمالنا بشكل متكامل، نوصل جمهورنا على مدار العام بشكل مباشر. هو ده حاجه وده حاجه، ده لازم المعارض بتعرفي نفسك بجمهور اكبر واوسع سواء على مستوى محافظات مصر او من خارج مصر، لكن الجاليري بتاعك بيبقى ضمانه للجمهور ان انت ليكي مكان ثابت يقدر يتعامل معاكي على مدار السنه، ويقدر يبقى فيه لو في اي دروب وقع فيه في قطع الاقتناء يقدر يرجع لك مره ثانيه. لا صعب طبعا على المعرض مره في السنه، لا محتاجين يبقى فيه حاجه في وسط السنه طبعا او على مدار العام نقدر نستمر بيها في الانتاج وفي المبيعات. لكن في بعض الافراد اخذوا مننا بعض الاعمال شاركوا بيها في اخر معرض في باريس، ده كان من شغلنا احنا يعني، لكن مش باسمنا. يعني من الحاجات اللي احنا بنعملها طياره هليكوبتر من قطع او من اجزاء الداخليه للعربيه، بنعمل روبوتات على شكل، بنعمل من قطع من اجزاء السياره الداخليه بنعمل روبوتات مضيئه، بنعمل لمبادرات واقفة على الأرض، بنعمل وحدات إضاءة أرضي، وأحياناً بنعمل وحدات إضاءة كمان سقف. ده كله متوفر، وبنعمل المجسم الشهير ولي برضه يعملوا بإضاءة وهولد الموبايل ومقلمه.